I was pissed at you. Now here's what I'm gonna do. I know a debt to love has been paid. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. مشاهدي موقع لو 360، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءة في الصحف المصرية. البداية ستكون بجريدة الأهرام المصرية والتي عنونت النيران الصديقة تقتل منتخب ناميبيا في أولى مبارياته بالكان، حيث كشفت أن المنتخب المغربي قدم أداء باهتا في المباراة أمام فريق لم يحقق أي انتصار في البطولة المذكورة. وعنونت جريدة الوطن المصرية في صفحتها الأولى إفريقيا اليوم الثالث بلا مفاجآت، وذلك بعدما فاز المغرب على ناميبيا بهدف دون رد، وأيضا فاز منتخب السنغالي على منتخب تنزانيا بثنائية نظيفة، فيما فاز المنتخب الجزائري على نظيره الكيني بهدفين دون رد. وكشفت صحيفة الأخبار المصرية أن 1.5 مليار شاهدوا حفل الافتتاح وحفل أسطوري في الختام، وذلك بعدما تعهد مسؤول اللجنة التنظيمية برئاسة المهندس أبو ريدا بأن يكون حفل الختام أسطوريا. بينما تطرقت جريدة الأهرام المسائية عن الانتصار الذي حققه المنتخب الجزائري، حيث عنونت الجزائر لا ترحم، مؤكدة أن المنتخب الجزائري قام وكسح المنتخب الكيني بثنائية بغداد ومحرز. مشاهدينا شكرا على تتبعكم، ونتلقاو غدا في حلقة جديدة من برنامجكم قراءة في الصحف المصرية من القاهرة. I know a debt to love has been paid. I pay that bill. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain.